رح بلش بالشغل. ودخلك شو بدك تشتغلي؟ عناية بالبشرة ومساج. بس للنسوان. على خير إن شاء الله. احكي لها لأمك شو قالت لك الدكتورة. ميرنا فيها تكفي علاجها بالبيت. الحمد لله خلصنا من هالعقدة. أكيد بالبيت أحسن لك. منطلع ومنفوت على راحتنا. ما هيك ميرنا؟ طبعا. بس ما بدي أرجع على هداك البيت. أكيد منلاقي لها حل أمي. تقعدوا عنا. وخليل عم يدور على بيت أصلا. خليل ما شفته وينه؟ اتصلت فيه السكرتيرة وطلع مستعجل. لسه لهلأ ما دق وتليفونه مسكر. وزاهر ما إجا اليوم. وهداك كمان طلبوه من الشغل. يمكن إجا تليفون وطلع بسرعة. صار شي معهم؟ مشان الله ليكون صاير شي ما بتكون تخبروني. والله ما في شي يا أمي. عم بحلف لك بالله ما في شي. عم تزعجي حالك على الفاضي. ها خليل تحتي هلا؟ هاي اتصل. ألو حبيبي. لا تواخذيني حبيبتي، كنت مشغول ما قدرت أحكي معك. كيفك يا عمري؟ أنا منيحة بس قلقت عليك. هلا فتحت التليفون وفورا دقيت لك. كتير منيح. حكيت مع الدكتورة وجت ليلى مع ماما لعندي. هي حكت مع خليل ورجعت تضحكي الأوسة. على طول إن شاء الله. خلصت شغلك؟ إمتى رح تجي؟ رح أبقى شوي. دكتورة قالت لي ما في داعي تبقي هون. إمتى ما بدك فيك تطالعني. والله؟ حابة تطلعي؟ طبعا. إيه منيح. عم دور عبيت وعرضت هداك للبيع. شكرا كتير. هلأ لحتى نلاقي بيت فينا ننزل بالأوتيل، بس ما فيني أتركك لحالك. شو رأيك بنقعد عند أهلي لفترة؟ هيك أحسن، حتى ما شيل همك وقت بكون بالشغل. بدي ماما. خلاص خلاص وقي شوي. خدني عند ماما. وحولي بالك لنسأل الدكتور. خلاص حبيبتي قعدي هون. خلاص لا تبكي، ما حلوة، بتصيري بشعة بعدين. بعدين الماما بتزعل منك إذا شافتك هيك عم تبكي. يلا حبيبتي أنت شاطرة وحلوة. بدي فوت لعندها. بس الدكتور ما عم يخلينا نفوت لعندها. ما دخلني، بدي طيب فوت. طيب حبيبتي طولي بالك. يا عمري هلأ مضطر سكر، لخلص شغلي بجي لعندي. طيب لا تطول. على فكرة الشغل كلياته أنا ما بيهمني.